السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أحمد ناجي. في ناس كتيرة بقت تبات وهي زعلانة، يعني تنام وهي زعلانة، أو يومها يعدي وفيه زعل، حاجة مضايقاها، حاجة مش كبت جواها، بتراعي بين ظروفها وظروف غيرها، مش حقدا ولا حسد. الناس دي أنا أعرفها، أنا أعرفها كويس. الناس بقت عندها حالة إحباط شديدة. بس عايز أقول لك حاجة، هو أنت ليه ألزمت نفسك بإن النتيجة لازم تكون زي ما كنت خططت ليها؟ احنا مطالبين بالسعي، وربنا لما امرنا بحاجه امرنا بالسعي. فاذا دخلت مجال وفشلت فيه ولقيت ان الامور مش عيب انها تتكرر نفس التجربه، يعني طالما ما كنتش انت مثلا ان حد استغفلك فيك او استغباك او ضحك عليك او نصب عليك، انت مطالب بالسعي. النتيجه دي بتاعت ربنا ومحدش يعرفها. احنا كل باب بنخبط عليه وراه حاجتين، وراه شر وراه خير. انت ما تعرفش ورا الباب ده ايه. احنا بنجري، عندنا حسن ظن بربنا ان احنا نعرف ورا الباب ده ايه. لو خير نستمر فيه، لو واجهنا شر اهو نتعلم ما نجيش ناحيه الحته دي تاني. لكن في اي حال من الاحوال مفيش حاجه في الحياه ماشيه بالورقه والقلم. ده حتى الشركات الكبيره بتواجه ظروف او مواقف بتعيد فيها حساباتها تاني، لكن ما بتوقفش. فانت ما تلومش نفسك، مفيش حاجة حصلت لك. بص، مفيش حاجة حصلت لك ولا هتحصل لك إلا كانت عند ربنا مكتوبة. أنا مش بكلمك كلام من باب اللي هو باب تطيب الخاطر أو دعم معنوي وديني ليك، قد ما هي دي فعلا الحقيقة. يعني مفيش حد دخل حياتك وخرج منها إلا ما كان مكتوب لك. تعرف أنت لو كنت قافل الباب ده في وجه الشخص ده هتلاقيه مفتوح لشخص تاني، ويحصل معاك نفس الموقف، لأن كل حاجة مكتوبة. كل حاجة مكتوبة. هل معنى كده إن احنا يعني نبطل سعي أو ما نفكر؟ لا، أنت مطالب بالسعي، مطالب بالحياة. ليه؟ عشان أنت رب أسرة، بيبقى فيه أسرة جنبك، وهتديهم خبرتك، هتتكلم معاهم. هل ما تقسهوش على مجهودك فقط دلوقتي؟ لأن مجهودك ده في ناس شايفة إن هو قليل، وفي ناس شايفة إنه كتير، غير تقديرك أنت خالص، وغير ربنا شايفك إزاي. هو الخير جاي، بس جاي في وقته، جاي في ميعاده. ما تقولش لا والله انا لو كنت عملت كذا والله ما كان في حاجه هتتغير. اللي كان مكتوب لك كان هيحصل هو حصل فعلا معاك. ولو كنت قفلت انت الباب ده كان هيتفتح من ناحيه ثانيه، ولو قفلت الباب في وجه الشخص ده هيتفتح برضه لشخص ثاني، سواء كان جايب لك الخير او جايب لك الشر، انما الحكايه كانت مكتوبه. في ناس قدريين جدا وحياتهم واقفه على المواقف، ما بتخططش، ما عندهاش فكره تخطيط والكلام ده، او بتعلمه وبعد كده يخططوا. لو احنا قلنا ان الحياه سعي ونتيجه يبقى احنا ظلمنا ناس كده معينه. وما ربك بظلام للعبيد، يعني احنا عشان نشيل الفكره دي من دماغنا. ربنا ما بيظلمش حد، فانت اجتهادك مش مطلوب منك توصل للنتيجه اللي انت كنت متوقعها. اي نعم، انت بتحس بالاحباط، بتحس بكذا، بس يمكن ربنا شايل لنا ده، اكيد ربنا شايل لنا حاجه كويسه. ما يتخلاش عن الاحلام عشان حد احبطك او حد بيحاول يحبطك. وتيجي تبص تلاقي الناس ماشيه وانت بس اللي واقف. ما تتخلاش عن حاجه ايا كان حلمك، لكن طور من نفسك، ظبط حياتك، شوف ايه اللي انت قصرت فيه وبحسب امكانياتك. انت ما تقصش امكانياتك. هضرب لك مثال. لو حد غلبان شغال في مستشفى استثماريه كبيره مثلا، وشاف مثلا شخصيه عامه والدكاتره بتجري وراه وحكايه، هيقول لك ايه؟ من منطلق الانسان شوف، ما هو فلان الفلاني ده. طب انت ترقد رقدة فلان الفلاني وتاخد فلوسه؟ انت واقف ما بصيتش ان انت واقف على رجليك، ما بصيتش ان انت واقف على رجليك والحمد لله بتعرف تصلي، بتعرف تصوم، بتعرف تتوضى، بتعرف تروح الحمام لوحدك. الحاجات دي كلها انت عاملها مع نفسك. بصيت ان ده عليه اهتمام كتير وهو بين الحياه والموت. ولو حد خيره دلوقتي من فلوسه وصحته هيختار صحته، وخد انت الفلوس كلها. بس احنا بقى نقعد نركز في حاجات تانيه، نقعد نركز في الحاجات دي ونسيب الاساسيات او نسيب طموحنا ونرمي الامور بس ماليش نصيب في كذا. انت مش مطالب بالنتيجه. اجتهد ثم اجتهد ثم اجتهد، اسعى ثم اسعى ثم اسعى، والنصيب ده بتاع ربنا. ما تنامش زعلان، بكره دائما افضل.
بكره دايما افضل. ادعي ربنا كتير، ادعي ربنا كتير ان يكون غدا افضل. او لما تدعي ربنا وتشتغل على نفسك افضل بكتير لما تركي وتقعد في جنب حرك السر، ما تقدم ولا تاخر، وهتتحاسب على كده. لان ربنا اداك فرصه انك تقدر تسعى في الارض وتعمق في الارض وانت اللي خليت بيها. فدلوقتي شيل الافكار السلبيه من دماغك، كلنا بنمر بيها، بس ما تخليهاش تعشش في دماغك وتكبر. لا، الامور اقل من كده كتير، وارمي حمولك على ربنا. ربنا هيوصلنا لكل حاجه كنا نتمناها، ولو ربنا حاش عننا فهي خير، فهي خير، حاش عننا شر، ولو في اخر لنا ربنا هيكتبها لنا. ساعات كتير قوي بنتمنى حاجات ولو بنقرب منها بنشوف فظايع، بنخاف، بنقول يا رب الخيره بما اختاره الله. خلي الخيره عند ربنا، ما تنامش زعلان. السلام عليكم.